يعني أن تمنح الحكومة تصريح عمل لنحو 200,000 أجنبي للعمل في الحقول النفطية فقط خلال 5 أشهر من هذا العام، ما الذي يعنيه ذلك بداية؟ مساء الخير أختي العزيزة عليك وعلى مشاهدي قناة الفلوجة الكرام. طبعا بالمناسبة العمالة الأجنبية مشكلة كبيرة نعاني من عدها كعمال في العراق لمشاكل كثيرة منها، يعني مزاحمة العامل العراقي. وأما بالنسبة لدخول عمالة أجنبية في الشركات النفطية هذا مسؤول عنها الاستثمار في العراق، طبعا لازم يعني 50 عامل أجنبي لازم مقابلة 50 عامل عراقي حتى هذا في قانون الاستثمار. أما الشركات لم تلتزم بهذه القوانين والأنظمة اللي وضعتها الاستثمار في العراق. أما دخول العمالة الأجنبية إلى العراق بصورة غير شرعية وغير منظمة، طبعا المنظمات الدولية منظمة العمل الدولية والعربية والاتحاد الدولي نقابات العمال العرب يؤكدون على سلامة العمال أي جنسية كانت أو أي اللون أو الشكل أو العرق للحفاظ على هؤلاء. إحنا لازم يكون دخول العمالة الأجنبية إلى العراق بصورة منظمة حتى نعرف أن هذا العامل وين اشتغل وين عمل، هل اضطهد، هل ساعات العمل اشتغل بساعات العمل، هل بخس حقه صاحب العمل، التحرش الجنسي، هاي كلها تنطبق ضمن المخالفات اللي تكون داخل يدخلون العمالة الأجنبية بدون قيود وشروط. وإحنا العراق تعرفين صادق على كثير من الاتفاقيات اللي تمنح حقوق للعامل أينما كان جنسيته أو عرقه أو الشكل أو اللون. فلنناقش نقطة بنقطة بما أنك أتيت على الكثير من النقاط المهمة. ذكرت في بداية حديثك أن الضحية الأولى هو العامل العراقي، وهنا نسأل بناء على كل هذه العمالة الأجنبية أين العامل العراقي؟ أين العراق الذي يعاني من أزمة بطالة من الأعلى في العالم؟ أختي العزيزة احنا عندنا محافظات تحت خط الفقر تعاني من الكثير من الجيوش من العاطلين عن العمل، خريجين وجامعات بالسنة تخرج لنا جيوش من العاملين من الخريجين المهندسين والأكاديميين، ذولا بحاجة لا عمل بحاجة لا شغل، ولكن العمالة الأجنبية تزاحم عمالنا كثيرا بدون قيود وبدون شروط، وهذه مخالفات يجب على الحكومة الالتزام بوضع ضوابط وشروط على دخول عمالة أجنبية وخاصة الشركات الوهمية اللي تدخل العمال بصورة غير شرعية للعراق، يجب محاسبتها والوقوف ضد هذه الممارسات الغير قانونية وغير شرعية حتى ابن البلد يتمكن. انت تعرفين هسه موضوع المخدرات كبير جدا دخل العراق، ليش لان ابن البلد قاعد لا شغل لا عمل، يجي واحد يقشمره يقدم له شغلات بسيطه وغيره ويعني يحرف عن 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 الحقيقه عن عن عمله عن شغله عن. فاحنا لازم نلتزم جميعا كحكومه ونقابات عمال ووزاره العمل والشؤون الاجتماعيه للوقوف بوجه دخول العماله بصوره غير شرعيه. أمس كان معنا ضيف وهو خبير اقتصادي وقال أن بعض الوظائف لا يمكن أن نجد في العراق عمال مؤهلون من أجل تأديتها. أنت كرئيس نقابة عمال العراق إلى أي مدى توافق على هذا الكلام؟ هل هناك نقص في الكفاءات فعلا في العراق؟ طبعا لا طبعا أنت شوفي العراق ذو كفاءة عالية من العمل وجدي في عمله في كل مواقع العمل. طبعا بزمن النظام السابق انه دخلوا احتاجوا عمالة للحامة تحت الماء فقط، هاي احتاجه ودخلوها. أما كان البلد يقودوا كل عمال العراق من إنتاج وطني مهندسين وأطباء ومهندسين زراعيين ويقودون البلد، وين جتنا هاي الفرق يعني؟ أما هسه فشون يدخلون؟ ما عندنا فد موضوع مهم جدا حتى ندخل هالعمالة بصورة غير شرعية. قبل أنا مثل ما قلت للست العزيزة، إذا
الحكومة احتاجت تقدم طلب لوزارة العمل وتقدم إلى الحكومة العراقية إنه هذه المهنة ما يوجد نظيرها في العراق، يمكن يستخدمون واحد أو اثنين أو ثلاثة حتى يدربوا العراقيين داخل العراق. المسؤولية على عاتق من تقع سيد ستار؟ وزارة العمل، الحكومة بشكل عام؟ لا، تتحمل وزرها وزارة الداخلية، لأن الدخول يكون عبر المطارات وعبر المنافذ الحدودية. كيف يدخلون هؤلاء العمالة الأجنبية بدون قيود وبدون شروط؟ ومن يسهل عملية دخولهم؟ وزارة العمل ما تتحمل هالموضوع هذا. لكن ماذا عن العمالة غير المسجلة رسميا سيد ستار؟ وأيضا ماذا عن المعلومات المتوفرة بشأنها؟ احنا الان ست العزيز انا احكي عن وزاره العمل تمنح رخص للعماله اللي محتاجيها صاحب المشروع، وبالمقابل لازم اذا يدخل 10 اجانب لازم مقابلها يعين 10 عراقيين مقابلهم. نعم. طيب وماذا عن العماله غير المسجله اصلا؟ ماذا عن خطوره هذا والمعلومات المتوفره لديكم بشانها؟ اعدادهم، اين يعملون، في اي قطاعات؟ طبعا شوف ست العزيز، انا راح احكي بالصفه الثانيه اللي انا نائب رئيس اتحاد دول العمال العرب وممثل العراق في منظمه العمل الدوليه، انه على كل بلدان العالم اي عامل يدخل للبلد يجب الحفاظ عليه وعلى سمعته وعلى يعني انسانيته وعلى الحفاظ على حقوقه، يعني لان العراق صادق على كل الاتفاقيات اللي يعني عملتها منظمة العمل الدولية، حتى لو دخل بصورة غير شرعية يجب الحفاظ عليه، لأنه هو باعتبار أنه إنسان ويجب الحفاظ عليه بكل الطرق اللي احنا متاحة لنا كنقابات عمال. ما نقبل نضطهد أي إنسان في العراق وخاصة العمال. لكن هذا الموضوع بحاجة إلى تنظيم بطبيعة الحال، بناء عليه ما المطلوب لتنظيم أوضاعهم على الأقل؟ نعم ست العزيزة، هذا موضوع مهم جدا اللي طرقتي هسه ستي. احنا يجب ان نعرف انه يدخلون بطريقة شرعية حتى نعرف انه هاي العمالة وين يشتغل، وين مكانه، حتى وزارة العمل تراقبه، عندنا فرق تفتيش جواله حتى تعرف مواقع العمل وين يعملون هؤلاء الاشخاص، حتى نحافظ عليهم على يعني كل ما يحتاجوه من ساعات العمل، بيئة العمل، الصحة والسلامة المهنية، الحد الادنى الأجور، يعني حتى لا يبخس صاحب حق العمل. طيب كما هو معلوم أيضا سيد ستار أن العراق اليوم بشكل أو بآخر يعني يمر برحلة من التعافي، نشهد افتتاح مصانع، معامل وما إلى ذلك، ومع كل ذلك نسبة البطالة في العراق عالية وعالية جدا وإلى ارتفاع متزايد عاما بعد آخر. بناء عليه ما هي الحلول الجذرية لمعالجة هذا الملف ودور السياسات الحكومية أيضا؟ ست العزيزة، احنا في كل بلدان العالم، في كل دول العالم اللي أنقذ بلدان من البطالة وتشغيل الشباب هو القطاع الخاص. يجب تفعيل، طالبنا الكثير من بكل لقاءاتنا نطالب الحكومة العراقية بتفعيل القطاع الخاص وتشغيل صناعتنا الوطنية حتى نفتخر بها، حتى نقول احنا نصنع، حتى لا يقول العراقي كسول، حتى لا يقول العامل العراقي بيقدم، انت افتح مصانع، شغل الناس، امنع الاستيراد العشوائي، دخل البضاعة الاولية للبلد حتى الناس تشتغل. يا اختي العزيزة وين هم خلونا؟ وين حركوا مصانعنا؟ وين شغلوا معاملنا حتى احنا يعني حتى ينتج العراقي؟ كان الانتاج العراقي ضاهي، الشرق الاوسط كله كان كل الناس تتمنى تشتري من البضاعه العراقيه. ليش البرود من الصناعه الوطنيه اللي هي المصدر الثاني للانتاج الوطني والمصدر الثاني لتشغيل الناس حتى الناس تشتغل يا اختي العزيزه؟ نعم، شكرا جزيلا لك من بغداد رئيس نقابه العمال ستار الدموس.